هل نقدر نوصل الفيديو ده اكتر من 20,000 كتكوت؟ يعني لايك؟ شباب اخباركم عاملين ايه؟ بسمع المزيك وحش غير يعني طمني في ايه يعني مين اللي مزعلك يعني ايه؟ نجيب السيوف يا عم ونطلع طلعه هناك بص نعمل معاهم حوار يابا ما يشغلكش حاجه يابا سمعك بقى ايه ده؟ لسه بقول سمعك سمعك يا شباب اخباركم عاملين ايه؟ النهارده لسه بادئين الجيم اهوت لا بيو الطيارة ديت رايحة على فين على فين على فين ده الطيارة 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 الشقية حلوة بس 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 شقية يا مين ولا بنتين يخرب بيت الهبل الواحد مينفعش يقعد مع نفسه وهو بيسجل لازم يجيب حد ينوت يراقبه ها يا اسطى ايوه ايه ده ايه يا اسطى بسم الله الرحمن الرحيم يا اسطى ايه يا ابني مالك انت يا اسطى والله هطلع مس عليك والله هطلع مس حبيبي يا اسطى حبيبي ايه يا اسطى عامل ايه عامل ايه عامل ايه عامل يا يا عم يا بوي يا صاحبي ثانيه واحده اسطى تقتلني شا مش هقتلك مش هقتل اطلع 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 انا اسكت ولا كده بقى انا ايه ده هاتوا شدوا من دلو هاتوا ريف صاحبك تعال معايا تعال ايوه دخل معاك ايوه انت انت بص يا اسطى انا هبدل صاحبي بالاوزي تمام ما تقتلوش هتبدله بالاوزي هتبدله تعال تعال خد الاوزي اهو انت عايز ابدله معاك بالاوزي يا عم هديك الاوزي يا عم باع صاحبه في ثانيه منت الا منت تعال خد الاوزي يا اسطى يا عم ضيعت الكله يا عم احنا بنشيل نمل على عيونك يا اسطى شايف اللي هم اتنين وانا مش معايا سلاح يا اسطى كان لازم اطلع بدلك طب اعمل ايه بدل صاحبه بالاوزي يعني يا عم بدلتك بالاوزي ما يبقى معايا سلاح اهو انت احسن هو السلاح احسن منك بالاخر يعني ما هو التاني كان هيجيبني مش معايا غير مني خليك فاكرني بس انا اسمي بحبك 100 انا بحبك 3000 تعال بص هستناك العب لي جيم مستودع كده من بدل استناك هبعت لك اد وانت وده طب تعال اقتلنا وانا اقتلك قول لي تعال تعال ما اقتلك اقتلك وابعت لك انا عايز استفيز العب بس كده العب ايوه حلو حلو الكلام اتفضل يا اسطى حبيبي يا اسطى طب انا بطني ايه يلا الشغل شغل معلش الشغل شغل بس اثبت بقى هبعت لك ايه ده اثبت استنى اتكسر اثبت هبعت لك ايه يا عم هو بلاستيك ولا ايه هبعت لك ايه ده ماشي يا اسطى ده انت هاكر يالا طب حلو انا هاكر يالا اوعى انا هاكر انا هاكر ابعد عن وشي واحد امك كسبني واحد امك كسبني قولي قولي اوف يخي ادون دايا فيرازو فيري فيدي 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 انا مش هموت وهكسب الجيم ده فردا واجيب لكم القردة رصيدك خلص بس الكلام لسه ما خلصش حصل خير لا اسكت 8 كمان لا مش هينفع الوضع كده مش هينفع اموت مش هينفع والله بجد اموت ده باضي ابلع حلو هو انا بعمل راسي كده المفروض ان اشوف حاجه اكتر اللي مش عارف شكله مفنخ على الاخر الله ده الجمدان ده سلم نفسك يا محمد سلم نفسك يا محمد يا ولا عليا يا ولا عليا يا ولا عليا يا ولا يا ولا يا ولا هناك اهو هناك اهو شفتك شفتك ومش هسيبك تعال بقى واحده سرابي ماشي ما جتش بس ماشي يعني تعتبر ان احنا ما متناش ده انجاز الحمد لله كمين المحبه اتخرم اديله بنطه لحام بلعت المحبه اتسدت ومغرقه الحمام ناشفه ايوه ادي واحد اتنين بس سرق واخد راح فين المشكله لو وقعت الولا واخده على الكبوت سبحان الله
ما تفهمش ازاي. ايه ده؟ الله، انت تاني، انت تاني. ده الواد ده، الواد ده عنده قوه صداقه رهيبه رهيبه. خش يا عم، خش اخرج يا عم. حسب خير. يا ابني ارحمني يا ابني، يا ابني ارحمني يا ابني. مش هموتك. رد عسليه. تعال 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 معايا. اه مش قصدي والله موتك يا عم، يا والله ما قصدي موته. الواد ده والله بيحارب علشان صاحبه بجد، والله ما حد يعمل معايا حاجات من دي كده خالص. ما عادش غير انا وواحد ومات زون. عن طيب الجنة الكون غلغب، والكل بيتعلم منا أفكار حياة لو تفنينا، والعالم كله يغنينا حمودة يوريك. بس 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 بس. ايه يا اسطى؟ انت بتعضعض في حاجه؟ طيب افهم بس، بتعضعض في حاجه؟ بس يلا. ما بيت ايه يخرب بيتكم يا ولد البلاليع يا احمد؟ اصلح بوابير الجاز. لا لا لا، خد الجديده دي، كيلو الزيت ب 13 جنيه، ما ترميهوش ومش عارف ايه. لا احنا بنرجع لورا يا جدعان، احنا بنرجع لورا يا جدعان، يا جدعان احنا بنرجع لورا. معايا الزهر الزرقاء والمعصف والبرسير. اه بابا بابا جبت الجيم بوكسات. اهلا ازيك عامل ايه؟ خد خد تعالى، دخيلك ربي معلم لا تفنش. خد تعال، دخيلك ربي معلم، دخيلك دخيلك ربي، دخيلك ولا تقبرني لا تفنشني. لا تفنش معلم، واقف 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 واقف، شوي شوي في واحد يا رجاله، يا رجاله الناس هنا اصحابنا هناك اهو. تعال تعال اسمع، الله جيت معلم، ما يقوس لك يتقوس بعينه، والله والله ما يقوس. يا قوس معلم. احمد نط يا احمد من تحت يا تعال تعال شيلني معلم. لك هدا هدا مين هدا هدا مين هاد؟ اشمعنى انا يا جدعان ولا عشان ولد يعني؟ ادي لقطة. اهدى علي اهدى علي اهدى علي اهدى علي يا شرس، اهدى علي اهدى علي يا حبيب. ده الواد متعصب على الاخر. معيش دم، انا معيش دم، انا معيش دم، انا قعدت الوت وهديله اللوت على على الجايز كده. لو رمى قنبلة بقى اوف، انا لو منه رمى قنبلة بأمانة، لو منه هرمي قنبلة. شوف مش هيلاقيني، مش هيلاقيني. أمال أعمله كده أهو. سربرايز مزر فزر. تمام خد اللولي. تمام جدع، انت لولي؟ لا مش لولي ده. الو ايه يا اسطى؟ معني يا اسطى. ايه يا اسطى؟ يا اسطى ايه صاحبت الشيب بربك؟ شيبنا يا بربك، اتركنا اترككم اماني، بس خلي يبرفوني لان انا ما عاد فيني برجع يا اسطى. معلش يا اسطى ما تزعلش مني، خلص امان والله ضدنا بوتات، بس خلي يرفضونا بربك يا امانه. يا اسطى انت تخيل عيط يا اسطى ليه؟ انا همشي واسيبك خلصانه يا اسطى. يلا سيبني. تمام تعال تعال ربني تعال. انا ماشي يا اسطى،
انا ماشي ولا تغمسوا انا ماشي لحد لحد انا ماشي ليه 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 والله ده رجع عامل فيكم منكم مفتيك ليه ما زدتكوش انا في حاجه لازم يعني تعال ابلع تعال انا مش سايب خلاص ليه يا اسطى ليه ضربته عليا بعمل معاك تحال ليه ضربته عليا هذا صاحبي نوب والله طلع ليه ضربته عليا رقم 2 شوف طلع هذا بيضرب عليا ليه بيضرب عليا ليه يا اسطى والله ما بعرف تعال قول له رقم 1 تعال انا سايبك انا سايبك وماشي ربك تركنا يا خلاص انا سايبك وماشي خليه يضرب تاني بقى خليه يضرب تاني الواد محترم الواد محترم انت ما تحرمش يا ابني انت ما تحرمش يا حبيبي انت يا ابني ما بتحرموش انت ببلع مش جامد قوي كده ابلع يلا يا عسل ماشي بعد كمان معلش يا مكنه مكنه دوس على نفسك شويه طب انت بتولع كده ليه ولا ده كمان لولي والله العظيم اقسم بالله كنت حاسس لازم تروح يعني دلوقتي ادي في ايه ده في رجله اهي جت في رجله اي 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 انا بعمل البتاع انا بعمل البتاع في وشي انا بعمل البتاع في وشي بس يا جماعه نكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده بعد عناء طويل بعد طلوع الروح لو عجبك الفيديو بتاع النهارده مش هتعمل لايك للفيديو سبسكرايب للقناه بس يا جماعه اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله السلام عليكم.